الريبورتاج يمكن يلي بفرجي بطريقه شامله انستيتيو مارون ونوها معوض شو في يقدموا. بدنا نفوت شوي اكثر بالتفاصيل، لانه هلا عم نشوف الشباب كمان عم بيهتموا كثير بشكلهم وبجمالهم بازاله الشعر. رودريك معوض هو الشاب يلي بيهتم بالشباب، الشاب اللي بيهتم بالشباب هي كثير مهمه. خبرينا اكثر عن الليزر والاي بي ال للشباب، في كثير شباب هلا عم يتوجهوا يعتنوا بوجههم وعم بيشيلوا شعر زايد. مظبوط، مع انه في كثير ناس عم يتفاجئوا انه معقول الشباب صاروا يعملوا، بس الشباب من زمان من ايام جدودنا في مناطق ما بيحبوا تكون موجوده، مثلا مثل راس الخدود او الرقبه من قدام او من ورا، فما بيحبوا يكونوا في زياده يعني. مظبوط، فليه ما بيتخلصوا منهم بطريقه الليزر او الاي بي ال؟ بس الاي بي ال مش سريع قد الليزر، الليزر افيكاس اكثر. ليه ما بيتخلصوا فيها بالاي بي ال بالليزر؟ وفي عنا الالكترو ثيرموليز اللي هو للوبر بالمنطقه العاليه من الخدود. مش الاي بي ال للوبر؟ الاي بي ال انا ضده انه نقول عنا للوبر او انه هيدا حل للوبر او الليزر للوبر. ما في شيء اسمه ليزر مثل ما بنسمع للوبر، ولا في حتى اي بي ال. فبليز اللي بيقول اي بي ال للوبر من وين جايبينها هيدي؟ بتبطي انه مو بس منا ابدا، عم يجوا لعندي كوارث على اساس بيكونوا عم يعملوا لهم اي بي ال للوبر، بصير عندهم من الوبر شعر وما بيروحوا. فالالكترو ثيرموليز هو للوبر، للشباب وللبنات. اوكي. الشباب بيعملوا حبايبهم كمان؟ الشباب قليل كثير ما بينشال كم شعره منهم، بس الالكترو ليزر الالكترو ثيرموليز بنشيل فيه الحواجب وبنشيل فيه الجبين، مع انه بيكونوا شعر اسود وقاسي، بما انه بنقول الليزر للشعر القاسي، بس الالكترو ثيرموليز للمناطق اللي بدي ارسم فيها شكل حلو. أوكي. مثل الجبين بدي ارسم شكل حلو، وماري شباط هي بتهتم كمان بهول الامور بالفرع الثاني. نهى انا عم بحكيك ما في واحد ما يطلع برموشك، انت عندك تقنيه برم الرموش. مظبوط، بنبرم حتى رموش القصار ولا ساعتها بتزيد رموش بترجع بتبرمي؟ حتى لو قد ما كانوا الرموش قصار بنقدر نبرمهم. هلا انا رموشي هن مبرومين، بس بيطلعوا اجمل بعد من رموشي، وبيضاينوا ثلاث شهور ما بيأذوا ابدا، حتى لو كل ثلاث شهور الواحد رجع عاده. طب رح احكيك هلا بموضوع شوي هيك حساس، لانه في سيت طالع انه خصوصا لان هلا كمان في كثير من المشهورات مثل الفنانه جو كرم، الاعلاميه ميرا مزرعاني، الاعلاميه ماجي عون، وانا وحضرتك اتوجهوا لعندك. بحسوا انه اوكي بتتعامل مع الاشخاص يلي بيطلعوا على التلفزيون، يعني صارت الاسعار غاليه، بينما انت بتعملي كثير اوفرز حكي عنهم، بينما كمان للسيدات اللي ما عندهم وقت عندك ديو وتريو سيرفيسز يلي ب 30 دقيقه بتقدمي ثلاث او خدمتين او سيرفيس او ثلاثه. مظبوط، للاشخاص اللي بنعرف هلا بايامنا ما عندهم بقى وقت. مظبوط، خلينا نبلش بالديو والتريو وبنرجع بنحكي عن الاسعار. ليه هالصيت؟ ليه هالصيت؟ عن جد انا عم بتفاجئ، بيسالوا لعندي عن جد بس هالقد؟ هي كانوا قايلين لنا انه غالي، انه لا الاسعار كثير وسطيه وكثير مدروسه تناسب كل الاشخاص والميزانيات. بس كمان زياده عن انه اسعاري مدروسه، عندنا نحن سبيشال اوفرز بينزلوا على من الجروب، يعني بنبعت عن كل الممبرز اللي عندكم على الفيسبوك. نعم، بيقدروا يستفيدوا منه، وكل خمس ايام عندنا سبيشال اوفرز بشيء معين. وفي كريزي اوفر كمان، وفي كريزي بيطلعوا بذات النهار اللي بيلحق حاله. يا ويلي، وفي كمان طريقه في واحد يتحايل فيها عن جد، اذا لانه بنعرف انه في اشخاص يمكن حتى لو المبلغ منه كثير كبير ما مش بقدرتهم، فيهم يكونوا مودلز او يبعتوا اسمه. مزبوط، ورقمهم لحتى تستعينوا فيهم بحال كنتوا عم بتعلموا التلاميذ على التاتو على اي نوع. وهون بدي اذكر انه حتى التلاميذ ليشتغلوا هن على المودلز، يعني صاروا برو، اشتغلوا قبل على شقفه الجلد العاديه اللي هي شبيهه لجلد الانسان، ولما بيكونوا عم يشتغلوا على المودلز اول شيء بيكون الشخص اللي عم ينعمل له تتواج منه قادر منه بامكانه، بذات الوقت بكون عم يحصل على نتيجه ذاتها، لاني انا مع الستودنت تبعولي بكون معهم، خاصه بكون عم بعطي برايفت كورس. يعني ما يعتلوا هم؟ اكيد لا، في طريقه لحتى يقدروا يوصلوا لعندكم. على كل حال بدي اتشكر حضورك نهى معوض من انستيتيو مارون نهى معوض، الخدمات اللي بتقدموها والغنج اللي بتغنجوه لكل شخص بفوت عندكم ان كان مشهور ولا مش مشهور عن جد مميز، وبتمنى انه الاشخاص اللي حابين كمان يزوروا الموقع على الفيسبوك لحتى يصيروا ممبرز ويستفيدوا من كل العروضات. اهلا وسهلا فيك. ميرسي لك ماي، شكرا لحضورك. رح نتوقف هلا مع فاصل وقلي بلاقيكم مع ضيوفهم بعد، خليكم معنا.